كبيرة ومهمة جدا من الصم وضعاف السمع، لهم حق علينا ولهم يعني احتياجات ولهم طلبات ولهم تواصل ولهم يعني متطلبات يومية تقتضي تواجدهم في أغلب الجهات الحكومية وفي القطاع الربحي وأيضا في القطاع الخاص. فلذلك يعني وجدنا أنه الحاجة ملحة في أنه فعلا تنفذ مبادرة سموه، والحمد لله الله شرفنا أن حكومة الجهة اللي تبنت المبادرة والعمل على تنفيذها خدمة لكافة أخواني وأخواتي منسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الربحي، سواء قطاع مدني أو قطاع عسكري أو القطاعات اللي يعني تعنى بتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع. هذه مش أول دورة، تعتبر ثالثة بإذن الله، مش الأخيرة، حتى يمكن نتعلم درس إن شاء الله، لأنه إحنا كقطاع خدمي بعد مستفيدين من تأسيس مبادرة السمع، وبإذن الله نكون أي مستفيدين.